بس في الفصل بصراحة حكى لي كواليس مهمة جدا فلازم حضراتكم تعرفوها يعني. فقول لي قول لي بالظبط، أنا سألته قبل الفصل هل جوزيه اداك زيرو قبل كده ولا لأ، وهل قلب وشه عليك قبل كده ولا لأ، فلقيته حكى لي حاجات كتير جدا في الفصل. فقول لي إيه اللي حصل في ماتش لا حرس انت الحدود يعني 2007؟ انا اخد زيرو في ماتش آه تريكا، اخد زيرو يعني انا عادي. اخد زيرو بقى آه عادي جدا. آه تريكا زيرو، وائل جمعه زيرو، شادي محمد زيرو. المباراه دي كنا بنلعب حرس حدود، آه وفي الفتره دي كان حرس حدود لسه واخد مننا الكاس، ايوه كان لسه واخد كاس اه مصر اه وبنلعبهم في الدوري. فالماتش ده مش كنا سايقين، اه كنا في اسوأ حالاتنا، اه وحشين خالص. وحشين جدا، وكل الخطوط يعني انت خط الفيرود ما فيش، وخط الظهر ما فيش، انفرادات على حسام الحضري، وكان ساعتها احمد عيد واحمد عبد الغني كانوا نجوم، وعبد كانوا السلام لا نجاح. والهرده وعبد السلام نجاح وهاني سعيد، كانت فرقة كانوا تقيلة فرقه قوي. جامده جدا، وعمرو الدالي، وكان ايوه، ساعتها كابتن اسلام الشطر كان لسه رايح الحرس، وكان كميني حارس. وكاميني مارتيني، ولا لا وممدوح عبد الحي سيرد باك، واحمد سعيد اوكا، كانوا جيل، ومحمد حليم ديفندر، كانوا جيل جامد جدا يعني. كان لسه واخد الكاس، فمستر مانويل طبعا ما ينفعش في الدوري واحنا بننافس وكسبانين 2-0 الشوط في الأول. الشوط الاولاني، كسبانين الكورتين اللي رحنا بيهم جبناهم يعني، اللي رحنا بيهم جبناهم واحنا في اسوأ حالاتنا، وانفرادات الحضري عمال يطلع ويشيل. فالمباراه دي لو تفتكر مستر مانويل قلع القميص فيها ايوه، كان متعصب قوي. ورمى الجاكيت ايوه واتعصب، اتخصم منه وتوقف وحاجات اتوقف. كده يعني. نزل اوضه اللبس طبعا، موضوع مختلف ايه اللي خالص. حصل بقى في اوضه اللبس؟ احكي لي بقى بالتفصيل، الله يبارك لك، عشان الحاجات دي مهمه. ايه اللي حصل؟ لا لقيناه قلع القميص ولابس طبعا فانيلا من تحت، وقلع القميص ولسه عايز يعني يقلع كل حاجه قلع البنطلون. يعني، لسه كان هيعمل كده. فمن كتر شدته احنا الموقف صعب جدا، ولقينا طبعا كابتن حسام بدري كان معانا وكابتن ناجي، فمسكوه هدوه. طبعا مستر مانويل على طول دايما لما بيعوز يشد او يتكلم او يزعق يتكلم برتغالي يعني، يقول كلام برتغالي، فانا نعرف ان هو كده بيطلع بيشتم، جواه كله. نعرف ان هو كده بيشتم يعني على طول، على طول مش برتغالي. محتاج. واحمد عبده ما كانش بيترجم يعني، خلاص هو احمد تفوت عبده دي شتيمة. هي شتيمه. تريكا زيرو وجمعه زيرو، فطبعا اللي بيهزر مين بركات. قلب الأوضة بقى طبعا هزار، والراجل طبعا خدوه جوه قعدوا يهدوه. نزلنا الشوط التاني أمير، مسكنا حرس حدود في ال 18 اصطاد بركات برضو ساعتها ولا لا؟ كله زيرو، أنا كله. بقول لك كله، شادي محمد زيرو، والحضري عمال ليه يشغل عملتوا بزيرو. ايه يعني في الشوط الاول يعني؟ انتوا كسبانين 2-0، لا ده بقول لك الكورتين اللي رحنا بيهم لكن غير كده مش شايفين. غير كده، بقول لك الكرة عمالة تعدي من تحت رجله الجمعة، تعدي شادي يقلش مش عارف انفرادات على عصام الحضري، والحضري عمال يشيل، كان عمال يوزع زيرو زيرو، حتى الحضري عمال يشيل، او مش حضري زيرو برضو. زيروهات. فاحنا عرفنا خدنا زيرو دي يبقى الراجل مش هيعديها، حتى هنقعد طول الاسبوع من بعد المباراه الراجل هينفضنا في التمرين. فنزلنا الشوط الثاني مسكنا حرس الحدود، اتحطيناهم في ال 18، كسبنا 4 المباراه دي، جبتوا جونين في الشوط الثاني. جبنا جولين في الشوط الثاني وحطيناهم في ال 18 طول ال 45 دقيقه التانيين. تاني يوم المحاضره احنا بننزل على طول، كنا في النادي الاهلي كده ما قعدتش بالتمرين معاكم بعد 9 الماتش ونص مباشرة. لا لا خالص، كله يروح كله يروح. في كله يوم يمشي. تاني اللي هي الربع ساعه اللي هقول لك عليها دلوقتي دي، هي اللي فيها الخير كله. ايه بقى اللي حصل؟ بننزل احنا بنتجمع 9 ونص الراجل، بنتجمع 9 بنقعد لحد 9 وربع، من 9 وربع بننزل الملعب، من 9 وربع ل 9 ونص المحاضره للسلبيات ايوه، بتاعت اللي اللي قبل حصلت كده. قبل كده. فطبعا هو بيستنى الرجاله كلها تكمل، قام واخدنا على الملعب قال لنا انا لو ما كنتش عملت كده معاكو حرس الحدود كانت هتنزل الشوط الثاني هتتعادل معاكو وهتديكوا الاثنين اللي احنا اديناهم لحرس حدود، كنت هتخسروا 3-4، لكن انا عشان عملت كده. هو كان على طول انتوا شعب ما جيش الا بالكرباج، لا والله. والله العظيم انتوا لو لازم يبقى في كرباج فوق دماغكو عشان تمشوا كويس. شفتوا كان لما فاهم قوي هو. هو امير عارف، كان لما بيبقى ماشي في الشارع يقول لك لو انا بصيت لك ابقى عارف ان انت عايز تقول لي ايه، وجمهور في الشارع هو بيقول لك انا وصلت لمرحله ان انا وانا ماشي بعربيتي او نزلت اشتري حاجه ببقى انا عارف البائع، لو اكيد مش الراجل بقى مش عارف صح يكلمه صح او حاجه، فمن عينه او من طريقه كلامه هو عارف هو عايز يقول له ايه. فهو وصل للمرحله دي ان بقى فاهم كل حد، مش كل حد في الفرقه، شوف ملكه الراجل لا، في في الشارع. الشارع.
ان هو بياع اللي بيشتري منه البنزينه، التعاملات، الاصدقاء اللي عايزه تتقرب منه، طريقه تعامله مع الجمهور المنافس واحترامه ليهم، ده اللي كان بنسبه كبيره وبشكل كبير جدا كان بيحترم جمهور نادي الزمالك جدا جد في الشارع والله. والله العظيم، واللي هم كانوا بيتكلموا عليه كويس جدا، ويقول لك انا لما حد كان بيتجاوز معايا انا ما كنتش ببص له لان ده ما يمثلش جمهور نادي الزمالك. فالراجل كان بيتكلم وبيحترم نادي الزمالك جدا، عشان كده كان في نجاحات كتير جدا للراجل. صح. فهنا طريقه تعامله مع الاجواء داخل النادي وخارج النادي، ومع حتى زي ما بقول لك الجمهور المنافس مع الفرق المنافسه، احترامه ليهم، عشان كده الراجل كان ناجح بشكل كبير جدا. بس يعني انت اتكلمت عن ماتش حرس الحدود، بس لما نيجي نقارنه مثلا بماتش برشلونه في الاحتفاليه بتاعت مرور 100 عام على النادي الاهلي، فالاهلي خسر برشلونه 4، لا ده هل الراجل زعل برضو لا الراجل ولا كان ايه اللي واخدها، حصل ساعتها؟ لا كان حصل، انا يمكن المباراه دي انا كنت رابع واحد هلعب رابع واحد في مكانك؟ في مكاني، وقبل الماتش بيومين يعني، كان كابتن اسلام الشطره هيلعب، بعد كده كان هو لسه راجع من اصابه، فرجعت الاصابه تاني قبل الماتش بيومين في التراي ماتش، وبعد كده قالوا هيلعبوا بركات، فبركات جاله مش عارف شد في الضم او حاجه قبل الماتش بيوم، فالمفروض كان احمد صديق الفتره دي بيلعب طرف يمين، كان لسه ما جالناش احمد فتحي، كان بيلعب طرف قدام يمين، فانا توقعت طبعا صديق اللي هيلعب، وانا المهم لقيت كان بركات بيجي يقعد معانا بالليل، ومع انا كنت بقعد مع شادي محمد على طول، فبركات جه قعد معانا قال لي خلي بالكش انت اللي هتلعب، فقلت له ازاي ده انا اخر المفروض ان صديق اللي هيلعب، قال لي لا كابتن حسام بدري كان قاعد معايا وقال لي ان انت اللي هتلعب وكده. المهم في المحاضرة، مش عايز اقول لك المحاضرة كلها كانت عليا بسبب رونالدينيو يعني. لا طب فرونالدينيو كان واخد كان احسن لاعب في ناحيتك. العالم من ناحيتي، فقعدت خلي العب بالك على احسن رونالدينيو لاعب ما في بدأش العالم ساعتها. رونالدينيو، ما دي بقى المشكلة اللي المشكلة حصلت في ايه بقى؟ التعاقد مع النادي الاهلي، لان هم كانوا شرطين النادي الاهلي ان احنا هنلعب بالفول تيم، فان برشلونة وهم يلعب بالفول تيم. التعاقد هيلعب برشلونة بالفول تيم، لكن لعبوا بالفريق اللي هو اللي مش عايزينه احتياطي يعني، كان اي ترام وجودينسن وبلاوي كده بس، وجاي والباك ليفت بتاع هولندا وزامبروتا الشوط طبعا. الاولاني كله كان مجموعه كبيره جدا يعني. لكن الشوط الثاني ده اللي بقى المستر مورن حتى اتشد في اوضه اللبس لما عرف ان الفريق الاساس مش هو اللي هيبدا، وطلب حد من الاداره ان حد يجي له، وده مش اللي احنا متفقين، فكان خارج بره تركيزه بشكل كبير جدا، ان دي سببت له مشكله ودي احتفاليه ودي مباراه عاديه، فكان عايز يروح يكلم ريكارد يعني في الموضوع مدير ده فني او مدير برشلونة. فني. ف طبعا كانت العلاقات حلوه يعني، علاقات كويسه، لكن ده اللي ممكن يخرج الراجل بره كان تركيزه بيقول بشكل لك ايه عشان توقف رونالدينو رغم ان دي لا، ده وائل حاجة؟ جمعه اللي كان بيقول لي ايه بقى كان بيقول لك؟ احنا نازلين في الاسانسير، فطبيعي رونالدينيو هيلعب ناحيه الشمال وهو يلعب ايتو والناحيه الثانيه ميسي، فاول جمعه قال لي خليني انا امسك رونالدينيو، فانا بقول له يعني ده تسيبه ده ناحيتي انا، قال لي لا عشان الصور كتير. ف لا والله كانت وائل جمعة قال لك كده. دي من الحاجات قول له طب الطريفه ما انا كمان عايز صور يعني. خدت لي كام صوره لا من الحاجات الطريفه يعني ما بيني طبعا وبين الكابتن طبعا. وائل، ان هو كان بيلعب ناحيتي، ف لا كانت مباراه كبيره طبعا. لكن طبعا ما كانش في اي لوم من مال الجوزيه يعني بتلعب برشلونه، ولا كان برضه زعلان لما خسرت 4؟ لا زعلان احنا خسرنا 4 طبعا، ويمكن في المباراة دي طلع شكر فيا انا بالاخص يعني، بس تاني يوم عمل محاضرة عليا ليه اللي حصل؟ لان انا كنت بلعب، قال لي اللعب اللي انت لعبته في مباراة برشلونة مش ده اللي انا طالبه منك، ومش ده مصلحة التيم، مصلحة التيم ما بتقولش كده، فانا ما عايز افهم، قال لي لا انت في مباراة برشلونة كنت بتهاجم بنسبة 70% وبتدافع بنسبة 30%، لا انا عايزك تعكس ان هو هنا نجاح الراجل في الالتزام، صح. الالتزام الدفاعي، قال لي طريقه لعبك قصاد برشلونه مش هتفيدنا كتيم، لكن مهم جدا تدافع بنسبه 60 او 70% ان في مهام هجوميه لبركات، في مهام هجوميه لاي طرف بيلعب قدامك، وفي نفس الوقت هقول لك ما ينفعش تخش نص الملعب، لان في بعض الاوقات شوقي عليه دور، حسام صح. عاشور عليه دور، حسن مصطفى عليه دور، اكوتي منسالو، كان هم المجموعه اللي في نص الملعب، انيسبو جلبان، طبعا. فكان كل واحد ليه دور. هنا الراجل اتعلمت منه بشكل كبير جدا، التزام، الانضباط، حتى لو مش بلعب ببقى مركز بشكل كبير جدا ان انا
لما هاخد فرصه لازم امسك فيها، وده السيستم والسياسه اللي داخل النادي الاهلي. ايوه عشان كده دايما كل الالتزام، النظام، معرفتك للضوابط اللي داخل النادي الاهلي، من مدير فني لمجلس اداره، ان كلهم بيقوم بدوره. مجلس اداره مجلس اداره، المدير فني مدير فني، انت لعيب لعيب، في مدير كوره لو عندك اي مشكله تقدر تتكلم معاه. فكل الالتزام والانضباط ده معانا احنا كفرقه كان مسبب نجاحات كبيره اكيد. اكيد. طب كنت احب التحليل، خلينا بس نفتكر اللقطه بتاعت مانويل جوزيه نشوفها مع بعض، كان لابس طقم نتكلم بني. عليه. ايوه ايوه نتكلم عليه كابتن احمد. رمى الجاكيت رمى الجاكيت. هيطلع القميص دلوقتي من البنطلون. ده كان عصبي، كان عصبي جدا الكابتن حسام بقى. بس هو خلي بالك، هو هنا ده كابتن ناصر عباس ده. هو خلي بالك مش بص هيقلع القميص. هو هنا كان بيعترض على التحكيم. لا امال ايه؟ هنا كانت اللعيبة، كنا احنا مستفزينه، فهو بيقول لهم يعني انا مخنوق وقرفان، والتحكيم يعني في بعض الحاجات، بس مش ده السبب الرئيسي، ان التحكيم بعض الشيء لكن هي كانت رسالة للعيبة نفسها. هي رسالة، انتوا يعني هتخرجوني من هدومي، يعني ان انتوا عايزين ايه؟ زائد ان زي ما بقول لك في التحكيم شوية، لا قال لك انا هناخد كله مع بعضه. كله فهنا ممكن، لكن السبب الرئيسي ما كانش التحكيم، كان انتو. لا كان اللعيبه، اللعيبه. بس وحتى رغم هو اللقطة عشان دي في الشوط التاني كمان. لا دي الشوط الثاني، الشوط الثاني، ما الشوط الاولاني برضو كان نفس كان القصة معدي. في الغرفة بقى.